طبابة ألف مع سامي البيروتي، العيادة المسموعة. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد مساكم مستمعينا مستمعين إذاعة ألف ألف أف أم الموجة السعودية. أرحب فيكم، أنا سامي البيروتي في حلقة جديدة من برنامجكم الطبي، برنامج طبابة ألف اللي يجيكم من الأحد للخميس في تمام الساعة 1 ظهراً. طبعاً في ظل التقنية والتطور اللي احنا وصلنا له في الآونة الأخيرة، صار في عمليات كثيرة لتصحيح النظر، بس اليوم رح نتعرف على التقنية الأحدث في عمليات تصحيح البصر أو النظر، هي الفيمتو سمايل. رح يعرفنا على التقنية هذه أكثر الدكتور براء فحام، استشاري جراحة القرنية وتصحيح النظر في مركز البطل. مساء الخير دكتور. مساء النور، شكراً لك وأنا سعيد بوجودي معك. أكيد شكراً لك وأنا كمان. دكتور، أول شيء خلينا نوضح للمستمعين أو نعرف لهم ضعف البصر بشكل عام. ضعف البصر بشكل عام له أقسام ثلاثة. ممكن نقول أول شيء أنه في ضعف البصر اللي هو نقص النظر المعروف عند الناس، واللي هو عدم المقدرة على الرؤية للبعيد. وفي نوع ثاني من أنواع ضعف البصر اللي هو عدم القدرة لرؤية الأشياء القريبة على مسافة القراءة يعني. وفي نوع ثالث اللي هو الأستيغماتيزم أو الانحراف، واللي هو بيعمل تشويش بالرؤية للبعيد وللقريب. طبعا هذا بشكل عام، وفي له أسباب مختلفة. هاد احنا عم نتكلم عن سواء الانكسار أو الحالات اللي بتصحح بنظارة. طبعا في أسباب تانية لضعف البصر اللي هي مثلا ممكن تكون المي البيضة، ممكن تكون مثلا مشاكل بالشبكية، ممكن تكون مشاكل بالعصب، ولكن هي إلى مجال تاني يعني. بشكل عام الأشياء اللي بيحتاج المريض نظارة مشان يصلحها أو عدسات لاصقة أو تصحيح نظر هي هاي الثلاث أنواع. طيب التقنية الأحدث الآن هي الفيمتو سمايل، تقنية تصحيح النظر. ممكن نقول ليش تسمت بهذا الاسم؟ حتى أنا أول ما سمعت الاسم صراحة لفت لي نظري، يعني لفت لي انتباهي، ليش سموه بهذا الاسم؟ ملاحظتك كتير حلوة. هلأ هو الاسم بيتألف من شقين، فيمتو وسمايل. راح نبلش بالفيمتو. الفيمتو شو هو الفيمتو؟ الفيمتو هو عبارة عن حزمة ليزرية من أشعة تحت الحمراء إنفراريد 1053 نانومتر. ميزتها أنه الموجات اللي بتصدرها دقيقة جدا جدا جدا، بحيث أنه هي بمقدار الفيمتو ثانية، فيمتو سيكند. فيمتو ثانية يعني تقريبا جزء من الثانية، من مش جزء من الثانية، من أجزاء 10 أس ناقص 15. أها. يعني جزء من مليار مليار جزء من الثانية. شيء دقيق جدا 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 دقيق. فهذا هالنبضة هي كتير دقيقة، لذلك كان اختيرت نعالج فيها الأنسجة الدقيقة جدا مثل العين. هذا هو الفيمتو. السمايل شو السمايل؟ السمايل هي اختصار، هي ابريفيشن لكلمة، هي السمول انسجن لنتيكولار اكستراكشن، SMILE. وهي اجت نفس الوقت انه كمان البيشنت المريض بعد ما يعمل عمليه بيكون فعلا سعيد وفعلا مبسوط، فانه سمايل بيكون سمايل بيشنت يعني. جميل صراحه. فجمعوه وعملوها انه اسم الفيمتو سمايل. طب قبل ان نتعمق في التقنيه هذه تحديدا دكتور، خلينا نتكلم اكثر عن التقنيات بشكل عام المستخدمه في تصحيح النظر او الوسائل تصحيح النظر. طيب اول شيء تصحيح النظر، في ان احنا شقين بالعلاج. في عنا او دائما بيكون في شق المحافظ، الشق العلاجي انه بيحط نظاره مثلا، بيحط كونتاكت لينسز، هالاشياء هاي اللي ما فيها تداخل ابدا ابدا على العين. وفي النوع الثاني، وفي القسم الثاني من العلاج اللي هو علاج جراحي او ليزري. طبعا العلاج الليزري له من فترة، يعني من زمان، من القرن الماضي، من الأربعينات والخمسينات القرن الماضي بدي، وصار يتطور بشكل تدريجي شوي شوي. بدي أول شيء كان ينعمل بشكل تشريط للقرنية، بعدين التغت هالقصة هاي ما عاد ينشغل. صار في بعدين علاج بالليزر، تم اكتشاف الإكزايمر ليزر. الإكزايمر ليزر عمل ثورة بمجال تصحيح النظر. صار في عندنا تقنيات هي الليزر السطحي، بعدين تم تطويره، صار في شيء اسمه الليزك. الليزك هو عبارة عن إجراء قطع في القرنية وإجراء فلاب، وتحت الفلاب هذا بيتم التصحيح بالليزر وبترجع الفلاب لمكانه، فبتكون الرؤية ترجع الرؤية من تاني بشكل جيد. نتائجها كانت كتير كتير ممتازة، حتى أنه لما فترة قريبة تم إجراء يعني تقريبا محدود 250 مليون عملية يعني على بموضوع التصحيح النظر بالليزر. فهو رقم كتير كتير كبير حسب الإحصاءات.
هي من أكثر العمليات طبعاً تصحيح النظر، أكثر العمليات اللي بتتم على مستوى العالم كله بشكل عام. طبعاً هالعمليات هي كلها تمتاز إنه أمينة جداً جداً، والمريض بيكون كثير مبسوط بعد منها، يعني ما في إلا أضرار أو إذا صار في أضرار جانبية تكون أي لا يعني ما تظهر بصراحة الأثار الجانبية إلا إذا مو معمول دراسة صحيحة للمريض. يعني في أحياناً التشخيص يعني التشخيص بيكون ما هو دقيق او بيكون ما معمل له الانفستيجيشنز بشكل الاستقصاءات يعني بشكل مفصل او بشكل جيد او هيك، فممكن تصير مشاكل بهيك حالات. اي شيء اذا ما عملنا بدقه ما عملنا ما كنا اخذين احتياطاتنا فيه راح يكون نتائجه اكيد ما راح تكون مضبوطه في مصلحتنا. صحيح. طيب دكتور، فيمتو ليزر والفيمتو سمايل سمعنا على الاثنين، ايش الفرق بينهم؟ هلا الفرق بيناتهم الفيمتو ليزر او الفيمتو ليزك، خلينا نقول هي الفيمتو ليزك هي نفس الليزك اللي كان تنعمل أول، بس الفرق بيناتهم أنه صار ينعمل الليزر أو الليزك بدون قص، يعني بدون ما يكون في عندي بليد، فهو صار بليدلس، يعني ما في جراحة أبداً أبداً، ما في شفرة، ما في جراحة، ما في شيء. صار ينعمل الفلاب اللي هو رفع طبقة من القرنية، صار ينعمل بشعاع الليزر، شعاع الفيمتو ليزر اللي هو قلنا عليه أنه شعاع كتير 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 دقيق وكتير سيف. فهاي الشغلة عملت انه صار النتائج يعني بشكل عام ادق، والمريض صار يشفى بشكل اسرع وما نخاف انه بعدين انه مثلا يتحرك عنده الفلاب اللي انعمل شيء امن امن، والعين بتكون يعني افضل يعني بعد المنة، وبيكون دقيق جدا جدا، ميزته انه دقة يعني ما في مشاكل اللي كان يعملها الجراحة الليزك الجراحي. هلا هاي الفيمتو ليزك. اما الفيمتو سمايل واللي هو هلا حاليا التقنيه الاحدث واللي صار لها مشغل فيها من 2009 لحد الان طبعا بتطور. طبعا الفيمتو سمايل آليته انه بنعمل، طبعا هو مرحله واحده، الفيمتو ليزك مرحلتين، انه اول شيء الفيمتو ليزر بعدين الليزك، لا الفيمتو سمايل مرحله واحده جهاز واحد اللي هو جهاز الفيمتو ليزر، بيعمل منطقه الضعف اللي موجوده بقرنيه العين، هي بتكون منطقه مثل اللينتيكول يعني زي عدسه، بيحددها وبيفصلها عن باقي نسيج القرنيه، تمام، بخلال تقريبا هاي المرحله هاي بتاخذ تقريبا بين 25 لل 35 ثانيه كحد اقصى، وبعد منها بنسحبها من سمول انسيجن زي الاسم تمام سمول انسيجن لينتيكولار اكستراكشن، نسحبها من سمول انسيجن تقريبا بحدود 3 ملم تقريبا وبس، تكون خلصت العمليه شيء يعني بسيط جدا جدا خلال دقيقتين ونص تقريبا كل عين من فروم اي تو زد، يعني ما دقيقتين ونص 3 دقائق تقريبا بالكثير تكون خلصت العين، وبعد منها بيقوم المريض وبتكون رؤيته ان شاء الله. حلو التطور والله. طيب اكيد مو كل يعني مو كل العمليات في النهايه تناسب كل شخص، يعني انا عندي مثلا انحراف، فأكيد مو أي عملية تنفعلي، فإيش مين الأشخاص اللي تحديداً يحتاجوا هذه العملية دكتور؟ هلأ الأشخاص اللي بيحتاجوا العملية طبعاً أول شيء بده يكون العمر، بده يكون فوق الـ 18 سنة، هاي شغلة كتير مهمة السن. أو يكون ثابت النظر طبعاً بين 18 و 21 وتكون ثابت، يعني بيكون عامل له آخر قياسين النظر عنده ثابت ما في أي تدهور فيه، بده يكون في عنا سماكة القرنية جيدة، انحناءات القرنية بتكون، يعني هم نعمل احنا شيء اسمه كورنيال توموغرافي، وبناخد فيه أبعاد القرنية، بناخد قياسات بشكل مفصل، بنشوف إذا في عنده أي مشاكل ممكن تظهر، إذا في عنده ترقق بالقرنية ممكن يظهر بعدين ولا لا، بنحدد درجات، بنشوف قديش درجات اللي ممكن نصلحها عنده. طبعا في شغله هون ما قلناها انه موضوع بالفيمتو سمايل فينا نصلح لغايه 10 درجات نقص ما شاء الله جميل، ممكن نصلح بالاستجماتيزم او الانحراف لغايه 5 درجات بشكل امن تماما، والنتائج بتكون جدا جدا جيده، يعني هذه انا اقدر اسويها. طبعا تقدري. جميل حلو، ليش لا صراحه، يعني انا من اول اشيل النظاره باي طريقه. لا ان شاء الله مش لك اياها باذن الله ان شاء الله. طبعا بالاضافه لاعتبارات تانية ممكن تكون موجوده عند المريض، كلها بتبين معنا بالفحوصات، نعمل فحوصات مفصله وبيبين معنا كل شيء يعني بمنتهى الوضوح. طيب أكيد بما أنها التقنية الأحدث في مجال تصحيح النظر فهي لها ميزات أكثر عن عمليات تصحيح النظر الأخرى، إيش هي ميزاتها دكتور؟ هلأ ميزاتها الأساسية أنه مثل ما قلت لك هي عملية من خطوة واحدة، فمدة الإجراء بتكون كتير كتير سريعة، وهي كتير بتريح المريض بالغرفة العمليات يعني. أكيد طبعاً بيتم إجراءها بتنقيط، بس عبارة عن نقط مخدر ما بحاجة لأي تخدير كتير، لأن يعني هي بحد ذاتها غير مؤلمة يعني.
طبعا الشغله الثانيه انه ما في قطع للقرنيه، ما في اجراء فلابات، هاي شغله كثير مهمه كمان. ما نعمل قص بالقرنيه لا ليزري ولا غير ليزري، فهاي شغله كمان كثير جيده وكثير كثير سيف كمان. طبعا امينه جدا جدا. الشغله الثالثه انه والكثير كمان مهمه واللي بيعاني منها احيانا مرضى كثير بعد التصحيح، انه بيصير عندهم جفاف بالعين، بصير في دراينس، خاصه احنا عندنا هون بالبلد شايف الجو دائما حر وغبره وكذا، هي ميزتها الفينتو سمايل كمان انه ما تعمل جفاف بالعين. او اذا عمل جفاف بيكون جفاف بسيط جدا جدا وبيروح خلال فتره سريعه جدا جدا. طبعا من الاشياء الثانيه انه قرنيه العين باعتبار انه ما بنعمل فيها قص، ما بنعمل فيها فلاب، بتكون القرنيه متماسكه، تم متماسكه بشكل جيد، ما بتضعف. هاي ميزه كثير مهمه فيها، انه بتتم القرنيه في على المدى الطويل محافظه على ثباتيتها وعلى تماسكها. وشغله كثير مهمه كمان تاني انه نسبه حدوث الانتانات او الالتهابات بعد التصحيح او بعد العمليه شبه معدومه. جميل، هاي كمان هذا كمان شيء جدا مهم. طبعا 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 كمان شيء الكثير كمان اللي حكينا فيه انه مناسبه جدا جدا للمرضى اللي في عندهم درجات ضعف نظر مرتفعه، يعني اللي بيصلح لغايه 10 درجات من نقص النظر وخمس درجات استيغماتيزم، يعني كثير درجات عاليه وممكن تصحيحها بامان يعني شديد جدا جدا. جميل، رح نكمل اكيد موضوعنا مستمعينا ودكتور براء، لكن نطلع فاصل بسيط وراجعين، خليكم مع السمع. طبابة ألف مع سامي البيروتي، العيادة المسموح. وعدنا من جديد مستمعينا لبرنامج طبابة ألف. طبعا قاعدين نتكلم عن موضوع مهم جدا 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 جدا، وهي التقنية الأحدث في مجال تصحيح النظر، الفيمتو سمايل. لكل اللي حاب يطرح أي سؤال أو استفسار يخص موضوع حلقتنا اليوم يقدر يرسل SMS على STC851040، موبايلي 663-1، وزين 703013، أو عن طريق الاتصال على 012-61-61-100 012-1-7-85-85. وكمان تقدر تطرحوا أسئلتكم على تويتر على ALIF ALIF FM. طبعا قبل الفاصل تكلمنا اكثر عن ميزات الفيمتو سمايل وايش يميزها عن باقي العمليات الثانيه لتصحيح النظر. خلينا نعرف اكثر عن طريق الدكتور براء، كيف تصير هذه العمليه دكتور؟ ايش الشيء اللي يصير جوا غرفه العمليات؟ ايش بتسوي بالضبط في العين يعني؟ هلا ميزه الفيمتو سمايل ما بتخوف ابدا ابدا. بالغرفه العمليات اول شيء المريض بيتحضر من تعقيم بشكل عام للعين، بنقطر له قطره مثل ما قلت لك قطره المخدر، بيدخل على غرفة العمليات بيسطح على الجهاز، جهاز الفيمتو ليزر اللي هو الفيجيو ماكس، اللي هو طبعا هو هذا الجهاز، هذا الفيجيو ماكس اللي هو من زايس، شركة زايس الألمانية، هو الوحيد في العالم كله اللي فيه تقنية الفيمتو سمايل. جهاز متطور جدا طبعا، بيتسطح بس بيجي بنخليه يركز على تارجت معين، بيكون عبارة عن نور أخضر بيعمل بلين بيشعر بيطفي يعني، بس بخليه يركز البيشنت يركز عليه شوي. مثل ما قلت لك بيجي بعدين مثل جهاز الليزر بيقرب شوي من العين، بخليه مركز نحن على الضوء الأخضر، وخلال تقريبا 25 ثانية بيعمل الليزر العلاج للكورنيا تقريبا خلال 25 ل 30 ثانية. طبعا وبعد منها مباشرة بنسحب الجهاز الليزر، نسحب المريض من تحت جهاز الليزر على تحت الميكروسكوب، ونسحب له المنطقة اللي صلحها الجهاز اللي هي منطقة اللينتيكيول اللي حكينا عليها اللي مسببة للضعف. من بيكون الجهاز الليزر أو بيكون الفيمتو الليزر فصلها عن باقي نسيج الكورنيا، وبنسحبها بس من مكانها. يعني البروسيجر كله عبارة ما بياخد مثل ما قلت لك دقيقتين ونص تقريبا، بيكون خالص كل عين. طبعا الآلية ممكن الواحد يسأل انه شو الآلية اللي عم بيصير فيها الفصل هذا وكذا، نحن حكينا انه الفيمتو ليزر دقيق جدا جدا، انه جزء من 15 صفر، يعني حطي واحد جنب منه 15 صفر من الثانية النبضة الوحدة اللي فيه، يعني شيء دقيق جدا جدا جدا. فلما بيجي على النسيج بيعمل فيه، بيحول النسيج لبلازما بهالمنطقة هاي، والأنسجة بتوصل بتصير فيها مثل فقاعات، فقاعات صغيرة كتير كتير بتتوصل بعض البعض
وبتفصل هالمنطقة الضعيفة عن باقي القرنية. يعني شيء كثير بسيط. بسيط وكثير سهل وما في له أيوة وآمن. هي أهم شيء إنه آمن جدا جدا. جميل. قبل نكمل أسئلتنا دكتور في معانا اتصال خلينا ناخذه نقول ألو مساء الخير الأخ مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام يا هلا تفضل. ممكن أكلم الدكتور؟ أكيد تفضل. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي والدتي عملت عملية مية بيضة من شهر تقريبا. تمام. والعملية ما نجحت ما شافت فيها شوف بياض. أيوة. العملية طبعا طورت حوالي بحدود ساعتين من 9:30 إلى 11:30 تقريبا ساعتين. أيوة. هي عملية مية بيضة سحب مية بيضة. تمام. بعد أسبوع راجعت الدكتور طبعا هي من البداية ما شافت نظرها ما مو كويس. تمام. يقول لي الدكتور بعد شهرين عملها عملية ليزر تقوم ليزر بالعدسة وسوينا نفس السيارة بولش للعدسة. أيوة. ما بعرف الكلام هذا ممكن يخليها بتشوف بعدين. هلا هي ما بتشوف أبدا أبدا ما بتشوف بالعين ما بتشوف شيء نهائيا ما بتشوف أي ديتيل. بياض. طيب هلا هي قديش صار عاملة شهر بالضبط؟ صار لها شهر عملت العملية. والله شوف يعني لازم تراجع طبيب يعني بصراحة هاي الكلام ممكن أحيانا إحنا نحتاج الليزر إجراء ليزر بعد فترة بس إذا صار في كثافات على عدسة العين بنعمل لها تنظيف في بعض الأحيان طبعا مش دائما يعني بنتيجة والله إنه يصير في شوية نمو لبعض الخلايا فبنعمل لها ليزر جلسة واحدة بس بيكون المريض بيشوف قبل يعني ما إنه ما بيشوف أبدا أبدا وشايف بياض. إذا ما بشوف أبداً أبداً وشايف بياض هم معناته في مشكلة تانية لازم تتنظف لازم تنشال المشكلة الموجودة ممكن يكون في شوية بقايا من العدسة أو من الكتاركت اللي كان موجود قبل المية البيضة اللي كانت موجودة قبل أو يكون في ممكن لا سمح الله مثلاً مشكلة بالقرنية وخاصة إنه لفترة طويلة هي نحن بالعادة فترة العملية ما بتطول هيك لهالدرجة هي إلا إذا كان في مشاكل تانية صارت فلازم واحد يعرف شو اللي صار بالضبط شو اللي صار مع أثناء العملية إذا وفي تقرير مفصل عن الحالة بيكون أحسن مشان واحد يقدر يقدم له للوالد شيء يكون صحيح وعلاج يكون دقيق بس يعني هالكلام هذا بصراحة ما كتير يعني مترابط ما أنه ما هو الغريبة صح لأنه أنا كمان أسمع كنت والوالد كمان سوى عملية المية البيضة يعني فما كانت تأخذ وقت ساعة لا خلال عشر دقائق ربع ساعة يعني كتير عملية المية البيضة بتخلص يعني طيب خلينا نرجع لفيمتو سمايل من جديد بما انها التقنيه فعلا احدث في تصحيح النظر فكيف دكتور الاقبال والانتشار لهذه العمليه هل في فعلا مرضى كثير بيتوجهوا انهم يجروا هذه العمليه والله في هلا على مستوى العالم اذا بنحكي على مستوى العالم اكيد في اقبال كثير كبير عليها طبعا هي منتشره حاليا ب 38 دوله على مستوى العالم ب 150 مركز نحن هون بالمملكة في عدد قليل المراكز الموجود فيها الفيمتو سمايل بسبب انه الـ يعني الكوست تبعه شوي عالي ايوه هو سعر الجهاز وكذا بس كتقنية مثلا عندنا مثلا مركز موجود الحمد لله متوفرة طبعا الاقبال عليها كثير كبير لاني خاصه عند الناس اللي بيكون مثلا في عندهم مثل ما قلنا بدهم مثلا يكونوا مرتاحين بعد العمليه بحاجه يرجعوا لحياتهم الطبيعيه بشكل سريع اللي عندهم درجات ضعف نظر عالي جدا فهي امينه جدا لانه ما بيكون في عندهم خيارات ثانيه يعني بيكون هو الخيار الانسب والاسلم واللي بيعطيه نتائج سريعة جدا جدا ومثل ما قلت لك الريهابليتيشن أو الـ يعني الاستشفاء منها بيكون سريع جدا فهي بتعطي كمان بتخلي الناس تقبل عليها بشكل أكبر طبعا هي في إلى أنه شغلة أنه الموضوع الكوست تبع أنه الكلفة شوي بتكون أعلى من باقي أنواع التصحيح بس يعني في شيء مقابل شيء يعني. أكيد طيب في لكل عملية بعدها إجراءات يعني ممكن في عملية يضطر المريض انه يقفل عينه او يغطي عينه، ايش الاجراءات اللي تصير بعد هذه العمليه دكتور؟ هلا بعد العمليه مباشره المريض لما بيقوم من الجهاز مخلص بيكون عم بيشوف شويه بليري فيجن قدامه، شويه تشويش بالرؤيه طبعا هذا التشويش بيخف تدريجيا خلال ساعات للمساء بيصير تمام وضعه
ثاني يوم بيكون رؤيته جيدة جدا. بس نحن نطلب من المريض أول يوم يكون إندورز يعني بيكون يتم بالبيت ما يطلع. هذا الشيء بيكون أفضل مشان ما يصير في عنده يعني ما يزعج حاله ما يزعج عيونه باعتبار أنه عامل تصحيح يعني. بس أول يوم من ثاني يوم حسين بيطلع وبيروح بيجي بيمارس حياته بيرجع يمارس حياته بشكل طبيعي. طبعا في أطرات معينة نعطيها بياخذها لفترة مؤقتة بعد العملية. نطلب منه بس أول يوم أنه ما يدخل مي على العين, ما يحاول يبعد عن أي مثلا مصادر تعمل تلوث أو غبار أو يعني أي شيء ممكن يزعج بأول يوم. وبس. ومن ثاني يوم بحسن بيرجع للأكتيفيست تبعي للوضع الطبيعي. طبعا تماما جميل. أشياء معينة بسيطة جدا ممكن مثلا نمنعه منها بس أسبوع يعني. طبعا هذا هي ميزة كتير مهمة للفيمتو سمايل عن باقي أنواع التصحيح. إنه باقي أنواع التصحيح بيتم شهر مثلا منعينه والنفض عن السباحة, منعينه عن الغوص, منعينه عن أي شيء, عن حتى بالنسبة للبنات كتير شغلة مهمة مثلا إنه ما في ميك أب أكيد. ما في مثلا ما بيصير يحط مثلا الماسكارا, هي كلها ممنوعة. أشياء حساسة بنات طبعا. بالسمايل لا, بالسمايل بتقدر ترجع وبتمارس حياتها ولا كأنه في شيء أبدا. طيب نرجع دكتور ننوه عن موضوع السن. السن مهم جدا لأنه يكون فوق ال 18 أهم شيء. تماما هاي شغلة كتير مهمة إنه يكون فوق ال 18 وما في حد أعلى. يعني الحد الأدنى يكون 18 سنة ويكون النظر ثابت. الحد الأعلى غير موجود. الحد الأعلى إيش بيحدده؟ بيحدده باقي الفحوصات للعين, إنه هل مثلا يا ترى في مثلا مشاكل مثلا مي بيضة في العين, هل ممكن في ضغط بالعين, هل هاي الأشياء كلها هي اللي بتحدد. بس ما بيحدد إنه والله عمره والنفة مثلا 50 أو عمره 60 ما بيصير له. لا ممكن يصير له بنعمل له يعني وما في مشاكل وما أبداً, في مشاكل أبداً, أبداً نهائيا. خلينا ناخذ اتصال من الأخت هديل نقول ألو مساء الخير. مساء النور. يا هلا. يا هلا فيك تفضلي. مساء الخير على الدكتور. مساء النور. أهلا وسهلا. أنا عندي أمي سوت عملية, مو عملية اللي هي يعني عملية في يوم واحد, عندها بالعين. عندها إيش مشكلة الرش. عندها إيش عفوا؟ عندها رش بالعين. أيوة. فطبعا كل مرة يعطوها إبرة, لكن المرة هذه لما عطوها إبرة صارت البياضة كلها كأنه فيها دم. أيوة. هي سكرية طبعا, في عندها سكر صح؟ أيوة. تمام. فماني عارفة إيش الحل. يعني تقريبا صار لها أسبوع وكم يوم وهي الحمر لسه ما خف. طيب والرؤية عندها كيف؟ تكون شوية مو مرة. تمام. ألف سلام على الوالدة يا أخت هديل. ودكتور إيش هذا اللي صاير عندها؟ هو بنسميه نزف تحت الملتحم. الملتحم هي طبقة السطحية اللي بتغطي بياض العين. أحيانا في بعض الأحيان لما بدي يحقنوا الإبرة, إبرة مضاد التنمي الأوعية اللي هي أنتي في جيف بداخل العين, بتدخل الإبرة تخترق العين عن طريق الملتحمة هاي. والملتحمة فيها أوعية دموية, فممكن يكون صار في تمزق لوعاء دموي وصار نزف من هالوعاء هذا بالطبقة السطحية من العين. طبعا بيصير النزف. طبعا هذا الشيء باعتبار خاصة انه هي سكرية كمان بيكون شوي في آلية الشفاء من النزف بتكون شوي بتطول, شوي بطيئة. طبعا فبتطول تقريبا احيانا بين اسبوعين 3 أسابيع حتى يصير في امتصاص كامل للدم اللي طلع والنزف, وبعدين الشفاء بيكون كامل ان شاء الله. جميل. شغلة بسيطة يعني ما تاكلها. حلو. رح نطلع فاصل مستمعينا وراجعين, خليكم على السماع. طبابة ألف مع سامي بيروتي, العياد المسموع. عودة من جديد مستمعينا لبرنامج طبابة ألف. معنا اليوم الدكتور براء فحام, معرفنا على التقنية الجديدة في مجال تصحيح النظر وهي الفيمتو سمايل. في هذا الجزء من الحلقة رح نبدأ نستقبل اتصالاتكم على 012-61-61-100 012-61-175-85-85. تقدر كمان ترسل اسمك ورقمك أهم شيء ومنطقتك على STC 851040, موبايلي 66-3-1 وزين 70-13-13. ممكن إحنا ناخذ رقمك ونرجع نتصل عليك تسأل سؤالك, أو لو حاب ترسل نفس السؤال تقدر كمان تشاركنا عن طريق تويتر على ALIF ALIF FM. ناخذ اول اتصال من الاخ ماجد نقول الو مساء الخير.
ألو، مساء النور. تفضل. أكيد تفضل. تفضل أخي ماجد. كيف حالك دكتور؟ يا هلا بك حبيبي، الله حياك الله. عندي سؤالين بالله لو سمحت. تفضل تفضل. أول سؤال عندي في العين اليسار درجة ونص انحراف، وفي العين الثانية درجتين. هل يحتاج عملية ونسبة النجاح؟ السؤال الثاني عندي مشكلة في العين. أول ما بتعرض الهواء مع هواء على طول الغبار بيخش في عيني. فايش السبب؟ معي حس إن من باكل خضار يعني ما بيأثر علي هذا الشيء. لما؟ أيوة. كمال سؤال ما فهمت. لما؟ آخر جزء من السؤال. آخر جزء هو؟ آخر جزء. أي هواء بتعرض له برا يعني بكون أنا وصاحبي موجودين سوا فبتعرض للهواء بيخش الغبار في عيني على طول، بيسحب غبار يعني عيني. أوكي. أما خضار لما بتناول الخضار وهذا الحاجة هذه ما بتأثر معايا كثير يعني ما أدري إيش السبب، هل له علاقة الخضار بالحاجة في العين والعين؟ وشكرا. يعطيك العافية وألف سلام عليك كمان دكتور. هل فعلا الاكل اصلا تاثير على البصر او النظر؟ اكيد اكيد في تاثير في بعض اكيد الخضروات خاصه الاوراق ذات الاوراق الخضر جيده جدا لشبكيه العين وفي بعض انواع الخضار مثلا الفيتامينات المعادن مثل الزنك مثل الزنك مثل الفيتامين سي فيتامين اي فيتامين اي هاي كلها موجودة بأنواع الخضار هاي وجيدة جدا أكيد للعين. بس رح جابوا شيء السؤال الثاني إنه موضوع إنه ليش بيجي غبار كتير على العين، وهلا شيء طبيعي لما بيجي هواء بيجي غبار على العين بس ممكن يكون في عنده هو مثلا شوية دراينس جفاف بالعين فبيأثر عليه أكثر من غيره مباشرة بيتأثر بالأحوال الجوية الخارجية بشكل سريع أو ممكن يكون في عنده مثلا نوع من أنواع التهابات حواف في الأجفان فبيعمل له كمان هذا شوية انزعاج لما بيتعرض لهيك عوامل. بالنسبة لسؤاله الأول لموضوع التصحيح، هو وفي عنده انحراف، طبعا الانحراف بهالدرجات هاي ممكن تصحيحه بيكون ناجح 100% بشرط أنه ما يكون في عنده أي عوامل تانية تمنع إجراء التصحيح، وهي ممكن نحن طبعا نعرفها من خلال الفحص له ونعمل له التحاليل والصور اللازمة صور القرنية طبعا يعني ويبين معنا مباشرة بنعطيه النتيجة انه هل بيناسب التصحيح ولا لا وشو النتيجة رح تكون بعد التصحيح. جميل، ارجع اذكركم بارقام التواصل مستمعينا لكل حاب يسأل اي سؤال الدكتور او يستفسر على اي شيء يخص موضوعنا اليوم، اتصل على 012-61-61-100 011-217-85-85 أو اطرح سؤالك عن طريق الاسمس على STC851040 موبايلي 663-1 وزين 703013. دكتور، لكل عملية في أحيانا موانع، يعني في شخص يقدر يسوي هذه العملية وفي شخص لا، هل عملية الفيمتو تحديدا يعني في أشخاص ما يقدروا يسووها الفيمتو سمايل؟ أكيد في أشخاص ما يقدروا يسووا الفيمتو سمايل، مثل مثلا مثل ما حكينا سؤالك الأول أنه الأعمار مثلا منخفضة تحت 18 سنة بشكل عام طبعا ما فينا يسوون، مثلا المرأة الحامل المرأة المرضع. أنا كنت لسه حسألك على الحامل كمان. الحامل طبعا ما بتقدر تسوي فيمتو سمايل لأن قرنية العين بتكون تركيبة ما هو ثابت وبيكون فيه متوذمة وسوائل بيدخل فيه الهرمونات بتأثر عليها كتير. المرضع كمان نفس الشيء، لازم توقف إرضاع، بعد ما توقف إرضاع تقريبا بشهر شهرين حتى نقدر نعمل التقييم. تماما. طبعا في بعض الأمراض اللي بتكون موجودة بالعين نفسها مثل مثلا ترقق القرنية أو القرنية المخروطية، ممكن بعض أنواع الغدة الدرقية اللي بيكون في عندهم داء العين الدرقي، طبعا مو الغدة الدرقية بشكل عام بس اللي عندهم داء العين الدرقي. مرضى السكري اللي عندهم سكر غير مضبوط، يعني اللي عنده سكري بس سكري عنده مضبوط بشكل جيد انه أوكي. مستقر دائما مستقر. بنعمله تحليل تراكمي طبعا تبع السكر، بيعملوه بيبين لنا السكري خلال 3 شهور مستوى السكر في الدم خلال 3 شهور السابقه فيبان لو في تفاوت تماما فيبان اذا كان ضابط السكر بشكل جيد ولا ما ضابطه، اذا كان 7 فما دون ممكن اجراء العمليه بدون مشاكل. في كمان اشياء تاني مثل مثلا اللي عندهم مثل ما قلنا اللي عندهم مثلا مشاكل بنسميها مشاكل الانسجه الضامه واللي هي الكونكتيف تيشو ديزيز مثل مثلا مرض الامراض الرثيانيه هاي اللي تاثر على العين،
في الذئب الحمامية في الأمراض هاي ما ممكن تمنع ممكن. تمنع طبعا تمنع. بالإضافة طبعا للمشكلة الرئيسية إذا كان في عنده شيء مسميه جفاف العين أو متلازمة جفاف العين واللي هي بيكون فيها أفراز الدمع متدني جدا جدا وبيكون هون بحاجة لعلاج كتير مكثف بموضوع الجفاف وهذا بهالحالة هاي لا ما بنحسن نعمل له كمان حتى الفندوس ما بنقدر نعمل له إياها لأني راح يكون في بيصير في أذية على العين طبعا جميل. هاي بالحالات المتقدمة من جفاف العين يعني. حلو عندنا كثير من الاتصالات فرح ناخذ الأسئلة مرة واحدة ونجاوب عليها أيضا مرة واحدة. أول اتصال من الأخ سمير. ألو مساء الخير. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام يا هلا. حبيت أستفسر عن أنا مصلح عملية تصحيح النظر وعندي في الليل زي كذا الغشاوة على عيوني وإذا ما حطيت القطرة تجيني غشاوة. يعطيك ألف عافية وألف سلام عليك. الاتصال الثاني من الأخ عبد الرحمن. ألو 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 مساء الخير يا هلا. وعليكم السلام تفضل. عندي سؤال بس استفسار الدكتور. في تعددت عمليات النظر يعني أكثر من عملية في تختلف مدة الاستشفاء في أيضا بعض العمليات فيها يعني مضاعفات مثل كثرة الجفاف وهذه أبي أسأل عن الفيمتو سمايل كم مدة الاستشفاء وكم مدة مثلا انقطاع عن الجوال وعن النور القوي ومن هالأشياء. يعطيك العافية ولا يهمك. الله يعافيك. شكرا لك يا عبد الرحمن. وناخذ كمان اتصال من الأخ نايف. السلام عليكم. يا هلا وعليكم السلام تفضل. استفسار بسيط. أنا كان عندي انحراف في النظر وسويت له تصحيح لكن لازلت أعاني من الانحراف إلى الآن. لازلت أعاني. نعم. كم كانت الدرجات عندك أخي؟ كم كان الانحراف عندك؟ كم الدرجات الانحراف كانت؟ تقريبا 2 وجزء من نصف. أيوة. عملت ليزك ولا إيش؟ ليزك. أنا سويت برا السعودية دكتور. بس لازلت أعاني من الموضوع. ما أدري هل هو مشكلة كان في العملية نفسها؟ هل يعني ما كان التشخيص صحيح؟ كم حاليا عندك درجات تعرف ولا ما عندك معلومة؟ عفوا كم درجات اللي عندك حاليا؟ 4 الان. 4 درجات؟ نعم. هي زادت اكثر بعد العمليه. زادت. طيب خير. الف سلام عليك يا اخ نايف. راح ان شاء الله نقدر نجاوب على سؤالك. اتصال جديد من الاخ عادل. الو مساء الخير. ما قال. الو مساء الخير. السلام عليكم. يا هلا وسهلا. وعليكم السلام تفضل. الله معاي دكتور. تفضل دكتور برا معك. انا سامي هو الدكتور. نعم تفضل اسال تفضل. سؤالك تفضل. يا اختي انا سويت عمليه قبل كذا حقت قصر النظر بس ودحين رجع النظر يعني ضعف شويه فما عاد الاشياء ونسويها مره ثانيه ولا من متى ولا سويت العمليه؟ والله أنا سويتها يا حبيبي أنا عمري تقريبا حوالي 18 سنة. ودحين كم عمرك؟ 20 دحين حوالي فوق 50 ما شاء الله. فما أدري تنفع دحين ولا ما تنفع. طيب نجاوبك أبشر. نجاوبك إن شاء الله وألف سلام عليك. اتصال جديد من الأخت زينب. ألو مساء الخير. السلام عليكم. يا هلا وعليكم السلام تفضلي. السلام. يا أهلا وسهلا. بس حب أسأل دكتور عندي جدتي تقريبا قبل سنتين سوت عملية مية بيضة. اللي هو الليزر. أوكي. أيوه سافرت عندنا السودان وزي كده سود بس اللي هو العملية الأولى حتى الآن يعني ما تشوف بالعين كويس تشوف مشوش يكون. للآن هي كم يوم سوي العملية؟ هذا تقريبا قبل سنتين بالليزر والآن سوالها مرة ثانية في العين الثانية. تمام. ألف سلامة على جدتك. في عندها مشاكل هي جدتك؟ في عندها مثلا مشاكل بالشبكية؟ عندها سكري؟ عندها أي شيء ولا؟ لا 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 ما في أي شيء. أيوه. وبعد العملية شافت كويس ولا من بعد العملية كمان ما تشوف كويس؟ العملية الأخيرة الحمد لله قالت تشوف بس من الأولى إلين حتى الآن ما تشوف فيها زي مثلا تشوف تكون زي الحالات كذا سودة. ألف سلامة عليها. أخوي الصغير 8 سنوات طبعا عنده ضعف مرة شريك النظر. ضعف؟ النظر؟ في النظر. تمام. يلبس نظارات. اوكي. بس طبعا الجوال يستعمل الايباد كثير وماني عارفه ايش اسوي يعني. ضعف شديد بالنظر. طيب يعطيك العافيه يا اخت زينب والف سلامه على اخوك وجدتك. راح نجاوب ان شاء الله سؤالك. كمان اتصال من الاخ مازن. الو السلام عليكم. وعليكم السلام يا هلا تفضل. انا بس عندي في اهتزاز في العضله اللي حول العين. تمام. يعني يكون غير إرادي يعني. تمام. رأى كم عمرك ومتى هذا الاهتزاز؟
تقريبا الان له شهرين، انا عمري 25. له شهرين بس؟ اي من شهرين. واول ما كان في شيء ما كان فيه اهتزاز بالعين؟ لا ما في مره. وين اهتزاز يصير بالضبط اخي؟ بالعين نفسها تهز ولا الاجفان او اجفان العين؟ العضل اللي فوق العين مباشره. اللي فوق العين الجفن يعني اتوقع. في عندك شيء مشاكل ضعف او في النظر او طول نظر او عندك اجهاد فتره قريبه صار ولا لا؟ لا مو كذا يعني، بس انا عندي نفس فاصل 75. اوكي. طيب ألف سلام عليك أخ مازن. اتصال كمان من الأخ أبو حسين. ألو مساء الخير. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور. معك أبو حسام والدكتور لو سمحتي. يا هلا وسهلا تفضل. مساك الله بالخير دكتور. مساك الله بالنور حياك الله يا حبيبي. أنا قبل 40 سنة داني طير ضربني في عيني اليمين. طيب. وأنا كنت عسكري مسافرين من مكة للمدينة، أنا ساكن الصلاة السلام. تمام. وعيني ما عاد اشوفها من ذاك اليوم لليوم. ايوه. طيب رحت المستشفى، ايش كان نوع الاصابه؟ ايش خصوا لك الاصابه؟ والله قالوا اول مره هذا حولوني المستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض. طيب ما شخصوا لك الاصابه، قالوا لك ايش صار بالضبط بعينك؟ قالوا لي علموني بالاصابه الا بعد في الاخير قالوا لي عندك بلايكوما، جاك بلايكوما في عينك اليمين. طيب. يعطيك ألف عافية أخ أبو حسين وألف سلام عليك. راح نجاوب كل هذه الأسئلة إن شاء الله، لكن بعد الفاصل خليكم على السمع. طبابة ألف مع سامي بيروتي، العيادة المسموع. وعودة من جديد مستمعينا لبرنامج طبابة ألف. قبل الفاصل كنا ناخذ اتصالات وصراحة جانا كثير من الأسئلة. نبدأ نجاوب دكتور على أول سؤال عندنا من الأخ سمير. كان يشكي من غشاوة على العيون إذا ما حط القطرة، أتوقع هو كان مسوي عملية. تمام. عملية ليزك. فإيش سبب الغشاوة هذه حتى إذا ما حط القطرة؟ هو كان سؤاله إنه مو بس موضوع القطرة، هو عم بيسأل إنه عنده عمل العملية وفي غشاوة عنده للحين وهو من زمان ومن أول. هو هاي الغشاوة هي عم بيشكي منها. هلا في لها أسباب كتيرة، ممكن يكون أولا ما معملها بطريقة الاي ديزاين أو بصمة العين، مش عاملها كاستمايز، يعني ممكن يعمل يكون الكونفنشنال كوركشن اللي هو اللي بس تصحيح مقدار الدرجات اللي عنده تبع النظارة. هذا بيعمل شيء اسمه مع الوقت هاير اوردر ابيريشن، هذا بيأثر على نوعية الرؤية، الكواليتي اوف فيجن بتتأثر. بيكون احيانا بيشوف مثلا للبعيد بشكل دقيق، بس بقى نوعية الرؤية بتكون ما هي جيدة، بيكون مغبش شوي، احيانا بيشوف على الانوار، ممكن يشوف تشعوعات على الانوار احيانا. كل هاي الاشياء طبعا ممكن علاجها، كلها ممكن علاجها، بس اول شيء بدنا نعمل له فحص، ناخذ له بصمه العين، نعمل اي ديزاين، نشوف بنحدد هالزواغانات هي اللي عم تصير عنده شو سببها، وممكن تصحيحها يعني وعلاجها بشكل كامل يعني اذا كان هذا السبب. جميل. بالنسبه للاخ عبد الرحمن كان يسال تحديدا عن تقنيه الفيمتو سمايل اللي كنا نتكلم عنها، كم مده الاستشفاء منها، وهل لازم يبتعد عن الجوال او يعني هذه العادات طبعا واسلوب الحياه يعني؟ تماما. احنا قلنا انه الفيمتو سمايل ميزتها انه اسرع بكثير الاستشفاء فيها من باقي الانواع. طبعا من ثاني يوم حسين بيرجع يمارس حياته الطبيعيه، يسافر يروح يجي يعمل بده اياه، بس السباحه ممنوع بس لمده اسبوع، سباحه والغوص لمده اسبوع، وباقي الاشياء ممكن يرجع لها بشكل طبيعي. طبعا في شغله مهمه، الرؤيه من ثاني يوم بتكون رؤية جيدة، بس ما بتكون بيرفكت، ما بتستقر لبعد أسبوع تستقر 100%، بس بيكون عم يشوف كتير كتير كويس، بحسن بيسوق سيارة بيروح بيجي ما في مشكلة أبدا أبدا عنده. بس استقراره بشكل كامل يعني بقى بيختلف، هاي حسب الهيلينج بيختلف من شخص من لآخر، من شخص لآخر أكيد. تماما. يعني ممكن ناس تطوي عندهم يومين، ناس ثلاثة، ناس أسبوع، ناس أسبوعين بالكتير يعني، طبعا هي عم نحكي نحن. بس فهي ميزتها للسمايل، هي ميزتها. طبعا ممكن في أطرة نحطيها مثلا شغلات وقائية، يأخذها أطرات مرطبة للعين وهيك، ممكن يأخذها لمدة شهر بعد العملية فقط. بينما باقي الأنواع ممكن يتم 6 شهور عم يأخذ الأطرات. طيب بالنسبة لسؤال الأخ نايف، انحراف النظر، هو سوى عملية تمام وبعدها ما لقى تحسن، ما زال انحراف النظر؟ والله بالنسبة لسؤال الأخ نايف، بصراحة الحالة اللي صايرة معه غالب أن في عنده في مشكلة، في خطأ طبي صاير عنده أكيد. وإذا كان خاصة إذا كان انحراف درجتين بعدين صار 4 درجات أو 4 درجات ونص صحيح، بحكي منخاف هم يكون صار في شيء اسمه اكتيجيا أو ترقق في القرنية. بعض الحالات اللي ما معمول بيكون فيها
قياسات بشكل دقيق، خاصة بعض المرضى مثلا بيطلع بيسافر مثلا بيروح، بتجينا كثير هالقصص هاي، مثلا بيسافر على بلد تاني بيعمل مشان يعمل العملية مثلا لعدة أسباب، الدكتور بيشوفه مثلا مرة واحدة بيعمل له إياها مباشرة وخلاص وبيترك وبيمشي، يعني ما راح يقعد، ما في متابعة التقييم ما بيكون دقيق كتير، يعني هاي المشاكل عم بيعانوا منها كتير المرضى اللي بيطلعوا مثلا بيعملوا عمليات في أماكن مثلا بعيدة عنهم أو هيك، فبيكون غالبا التقييم عنده ما كان صحيح تقييم الحالة، وصار في بعد منها مشكلة بالعين. هلا طبعا ممكن هاي إذا هيك صار عنده لازم يفحص حاله بسرعة ويعالج المشكلة صار مشان ما تطور أكثر من هيك. يعني أتوقع صراحة من الإجراءات اللي فعلا مهمة أو الخطوات اللي الشخص لازم يأخذها من البداية صح إنه يروح لدكتور يشخص صح. تماما فهذا كله يعتمد، هذا أهم شيء، لأن إذا تكون البدايات صحيحة يعني دائما في مقولة هي الأساس. المقدمات الصحيحة تقود إلى نتائج صحيحة. صحيح. طيب كمان في استفسار من الأخ عادل، عملية سوى عملية قصر النظر ورجع النظر ضعف. هلا عملية قصر النظر بيكون نحن قلنا في شغلة هاي كمان تدخل ضمن نطاق إنه هل معمول له مثلا التخطيط بشكل صحيح للعين، هل مأخوذ القياسات بشكل صحيح، هل معمولة بصمة العين ولا ما معمولة. في بعض الأحيان إذا ما كانت معمولة وأخذين نحن عاملين الكونفنشنال الطريقة التقليدية بيرجع بيصير فيه ضعف. يعني هي بالحالة من قبل كان أنه لما نعمل الليزر أو التصحيح مع الوقت ممكن يرجع يظهر درجات تانية، بس هلأ هالشغلة هي طبعا التغيت ما عاد تصير. ليش؟ لأن صرنا نعمل تصحيح بناء على بصمة العين، فالضعف اللي ممكن يظهر بعدين ما عاد انه يظهر، فممكن نصلحه، فممكن يكون هو عامله بالطريقه التقليديه فظهر عنده ضعف من جديد. طيب في عندنا طبعا ممكن هو يسال انه ممكن نعمل تصحيح مره ثانيه، طبعا مرة ممكن ثانية ممكن نعمل تصحيح مره ثانيه طبعا ما في مشكله ابدا. طيب كمان استفسار الاخت زينب، عن اول استفسار كان عن جدتها الله يحفظها، المياه البيضاء سوتها اول شيء بالعين بس استل ما تشوف فيها نفس العين، ورجعت سوت بالعين الثانيه كمان. هلا هو غالبا اذا نحن اذا بدنا نقول عملتها باول عين ما شافت فيها، في عندنا هون سببين، اما في مشكله في العين ما شخصت بشكل صحيح او ما قالوا لها عليها او ما اكتشفت لبعد اجراء العمليه، او في مشكله بالعمليه بحد ذاتها، يعني انه في مشكله في احد الحلين، يعني يا هيك يا هيك. اذا في مشكله بالعين بحد ذاتها في انواع المشاكل هاي، ممكن في شيء له علاج وفي شيء ما له. انا سالت انه في عنده سكر او في عنده مشاكل تانية، قالت لي ما في عنده ابدا ما أبداً. في عنده صح. وهذا الشيء طبعا ما دام هيك معناته انه غالبا هي بتكون بهيك حالات، اما يكون بالاساس في ممكن يكون شويه كسل بالعين او ضعف بالعين او شيء، او ممكن حتى هلا الحاله بالحاله اللي هي فيها ممكن تكون عمليتها جيده جدا وما في عندها مشاكل تانية، ممكن تكون بس بحاجه لنظاره، ممكن تكون حاجة أشياء بسيطة جدا وتتصلح فيها الرؤية، فلازم تعملها، يعني لازم تكشف على العين وتشوف شو اللي لازم ينعمل وبينعمل. يعني أحيانا بيكون مثلا ممكن قياس العدسة المزروعة يكون مو صحيح أحيانا، فبناخذ قياس صحيح وبيمشي الحال. صحيح. كمان في استفسار ثاني لأخت زينب عن أخوها الصغير، أنه عنده ضعف شديد جدا بالنظر وبيستخدم الآيباد أو الجوال أو إلى آخره. مشكلة الآيباد هلا هي بتعرفي مشكلة العصر عند مشكلة الأطفال، مشكلة الجيل كامل، ما هو بس عند الأطفال، عند الكبار عند كمان الكبار يعني أيضا مشكلة صايرة اجتماعية ونفسية وكل شيء. فطبعا إذا في عنده ضعف، هلا إحنا في دراسات كثيرة على موضوع إنه هل الجلوس على الآيباد والموبايل كذا بيعمل، هل هو سبب بيعمل ضعف بصر ولا لا. في دراسات كثيرة على الموضوع، طبعا في دراسات طلعت معه نتيجة انه اوكي بيعمل، هو اكيد بيعمل انه ضعف، في دراسات تانية ولا ما هو، هو بيساعد على ظهور الاعراض تبع الضعف، بس انه الضعف او النقص البصر اللي ممكن يصير يعني بيكون بالاساس هو صاير عنده، بس بكل الاحوال يعني بالنتيجة والمحصلة لازم قدر الامكان نخفف من موضوع الآيباد ومن موضوع الموبايل، خاصة عند الأطفال عينهم هني وجسمهم كله بمرحلة نمو صحيح. عقلي، نمو نفسي، نمو جسدي. هذا النمو بهالمرحلة هاي العمرية من مرحلة الطفولة هي أهم مرحلة. إذا ما قدرنا نسيطر على هالموضوع هذا راح يؤذيهم كثير ويضرهم كثير كمان أكيد يعني طبعاً مع مرور الوقت يعني طبعاً. طيب بالنسبة لاستفسار الأخ مازن، لي شهرين تقريبا يعاني من اهتزاز بعضلة العين.
هلا بالنسبه لسؤال الاخ مازن، هو الظاهر هذا اللي عنده عم بيصير نتيجه تعب او ارهاق او زياده تركيز. احيانا بعض اذا في ناس مثلا بكثر مثلا شرب قهوه ونفرض مثلا بتاخذ منبهات كثير بصير في عنده هالمشكله هاي، نتيجه مثلا احيانا بيكون في ضعف العين ما منتبه عليه، او احيانا طول نظر وعم بيعمل له اجهاد او تعب في العين وهيك، وما ما بياخذ مثلا تصحيح معين او ما بياخذ موحه نظاره او بحاجه لشيء كمان بيصير في عنده. يعني هي كل هاي عاده اعراض وعلامات تعب وارهاق ان كان بالعين او حتى بالجسم، يعني حتى لو ارهاق تعب جسدي يعني ممكن كمان يظهر بهالشكل هذا. حلو. واخيرا مسك الختام مع الاخ ابو حسين، كان عنده ايضا استفسار. الاخ ابو حسين بالنسبه لاستفساره، هو عبيد من 40 سنه صار المشكله عنده، يعني بالضبط. ما شاء الله هو صابر عليها كل هالمده، ما بعرف انا يعني كثير، بس غالبا الاصابات القديمه هو قال بالاخير اخر شيء قال انه كان شخصوا له انه جلوكوما. يعني هي عاده الاصابات اصابات تعمل مثلا اذيه في العين، ممكن تعمل مثلا مي بيضه، ممكن تعمل اصابه بالشبكيه، ممكن تعمل كثير اشياء. المشكله فيها الاصابه اذا صارت وما عولجت مباشره بتكون غير قابله للعلاج بعدين، وخاصه بعد مضي هالزمن الطويل طويل جدا. صحيح. فيعني بده يعني تقييم الحالي ويشوف ممكن يتقدم له. جميل، يعطيك ألف عافية دكتور براء، صراحة حلقة شيقة جدا وأنا عن نفسي استفدت، إن شاء الله كمان المستمعين يكونوا استفادوا، وإن شاء الله نكون غطينا أكبر كمية كمان من أسئلة المستمعين. إن شاء الله لكم لقاء معي مرة ثانية بكرة بإذن الله في طبابة ألف، وبعد قليل في برنامج مفاتيح مع الدكتورة نادية شكري. أرجع أتوجه لك بالشكر دكتور براء، استشاري جراحة القرنية وتصحيح النظر في مركز البطل، يعطيكم العافية جميعا. وكنت معكم أنا سامي البيروتي، في أمان الله.